النحو، وأول درس يقابلنا هو درس الإضافة. نأتي إلى الإضافة. قبل كل شيء يجب أن نعرف التعريف الرسمي للإضافة أو المتعارف إليه. تعريف الإضافة والمضاف إليه: الإضافة هي نسبة. ما معنى النسبة؟ ما معنى كلمة نسبة؟ النسبة من العادة تكون من الأضعف إلى الأقوى، يعني عندما نريد أن ننسب شيئا لابد أن ننسبه إلى شيء أقوى منه، وهذا يعطينا مدلولا آخر وهو أن المضاف أضعف من المضاف إليه. المضاف أضعف من المضاف إليه، أو علاقة بين اسمين. يتبين لنا هنا أن العلاقة تكون بين اسمين، ليس بين اسم وفعل ولا اسم ولا حرف، يعني المضاف اسم والمضاف إليه اسم، على تقدير حرف جر، أي بمعنى حرف الجر مقدر في المعنى، مقدر في المعنى. توجب جر ثانيها دائما، توجب جر ثانيها دائما، بمعنى أن المضاف إليه دائما مجرور، أما المضاف لا علاقة لنا به في الإضافة، بمعنى أنه لا يتأثر بالإضافة، لا يتأثر بالإضافة، يعرب حسب موقعه في الجملة، لكن المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا، لا يكون إلا مجرورا. يتبين لنا من المثال الأول: هذا كتاب علي، هذا كتاب علي. هذا مبتدأ، كتاب خبر، كتاب خبر، كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أعرب هنا حسب موقعه في الجملة. كتاب مضاف وعلي مضاف إليه. لبست خاتم فضة، لبست خاتم فضة. لبس أو لبس فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. خاتم مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فضة مضاف إليه مجرور. يبدأ إذن الذي تأثر بالإضافة هو فضة، أما بالنسبة للمضاف لم يتأثر بالإضافة، المضاف لم يتأثر بالإضافة. يسمى الأول مضافا ويسمى الثاني مضافا إليه، إذن الأول هو المضاف والثاني هو المضاف إليه. الكتاب في المثال الأول مضاف وعلي مضاف إليه، وكذلك الخاتم في المثال الثاني مضاف وفضة مضاف إليه. وحرف الجر المقدر في مثل هذه الإضافة هو اللام في المثال الأول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما نقول حرف الجر، هنا نعود إلى التعريف، على تقدير حرف جر، على تقدير حرف جر، بمعنى أن حرف جر يكون في المعنى، لا يظهر ولا نلفظه ولا نكتبه، لكن في المعنى ضمنا يكون عندنا تقدير حرف جر. طبعا هو اللام في المثال الأول. فعندما قلنا هذا كتاب علي، كأننا قلنا هذا كتاب لعلي، هذا كتاب لعلي، على تقدير حرف الجر اللي هو اللام، اللي هو اللام. أما المثال الثاني فإن حرف الجر المقدر هو من، فعندما قلنا لبست خاتم فضة، كأننا قلنا لبست خاتما من فضة، خاتما من فضة. هذا في المعنى لا نستعمله، ولكن كي تتضح عندنا قضية الإضافة، تقدير حرف جر. يعني البداية هذا كتاب، هذا كتاب علي، أي بمعنى أنه لعلي، واللام هنا تفيد الملكية، اللام تفيد الملكية، يعني كأننا نقول هذا الكتاب
ملك لعلي. أيضا في المثال الثاني لبست خاتما من فضة، من اللي هي البعضية، من تعني البعضية. ولذلك المقصود به هنا الخاتم بعض من الفضة، بعض من الفضة. هذا بالنسبة للبداية. نأتي إلى